اخوان السلام عليكم، اخوات السلام عليكم. دائما كيجيكم فيديو جديد ولاعب جديد اللي كيلعب في البطوله البلجيكيه. اليوم اجي نقول سامي القطبي اللي كيلعب في الرويال ان يوتيوبيز بغينا. هذا اللاعب اللي عنده خبره كبيره في البطوله البلجيكيه، وعاد تسمعوا اش قال على اللاعب انور اي الحاج وكذلك على المنتخب المغربي. اذا ما نطولوش عليكم، هذه بعض اللقطات من المباراه ديال الرويال ان يوتيوبيز مع اوبكن برسم كأس بلجيكا. نحاول نقربكم أكثر من هذا اللاعب، وطبعا ما كنبغيو نتكلموا على أي لاعب. بزاف ديال الإخوان كيمشيو هذا الموقع ديال ترانسفير ماركت، ترانسفير ماركت اللي كيقرب لي أكثر من اللاعب. اللاعب سامي القطبي هو الآن مع فريق توبيز برين اللي كيلعب في القسم الوطني الثاني ناسيونال ديال أ سي إف إف، واللي عندهم قطرة مع رويال إن يوتيوبيز بغان من 1 جويلية 2020 حتى 30 جوان 2022. خلق في بلجيكا نهار 14/2/1992، عنده تقريبا 28 سنة. الطاية ديالو هي 1.83 متر، فهو كيلعب إلي دغوا، ولكن حاليا متقدم في السن ديالو، أصبح كيلعب كصانع الألعاب. سامي القطبي كما قلنا لكم هو ابن بلجيكا خصوصا بروكسل، خلق 92، عنده جنسية مغربية بلجيكية، كيلعب في دغوا. الآن أصبح كما نقولوا صانع الألعاب بخبرة ديالو، كيحاول يجبر الحلول. أزون ديال الجو ديالو هو سبور ترينينغ مانجمان. بالنسبه للفريق ديالو، المباراه المقبله اللي عنده اول مباراه رسميه نهار السبت 28/8/2021 على الساعه 8 بملعب ديال فريق توبيز اللي يستقبل فريق فيرلين. القيمه الماليه ديال اللاعب هذا تقريبا 200,000 أورو، وهذه هي كانت اغلى قيمه ماليه ديالو في عام 2014. الانديه اللي لعب فيها سامي القطبي، كان كيلعب في فريق توبيز من كان في القسم الوطني الاول اقل من 19 سنه. من بعد ذلك تباع الفريق اغ وي دي ام بروكسل في 2013. من 2013 حتى 2015 الفريق رويال انيون سجلوها اللي كيلعب في قسم الوطني الثاني انذاك بقيمه ماليه 150,000 أورو. من بعد رويال انيون مشى لدرزل، وكانت صفقه ترانسفير ليبر. بعد ذلك عديد من الانديه مشى لهم، وهو ليبر كذلك اخر مره في 2020، فهو جا الفريق رويال انيون توبيز برين حر. وكما قال المدرب ديال فريق غوتيوب، فهو كيعتمد اكثر على هذا اللاعب لانه عنده خبره كبيره في القسم الوطني الاول والثاني، وخصوصا ملعب مع فريق توبيز في القسم الوطني الثاني، وكذلك مونس اللي كان كيلعب في القسم الوطني الثاني في 2014 قبل ما تجي هذاك سيزي، وكذلك رويال انيون اللي لعب معاه في 2016/2015، والان كي يلعب مع فريق غوتيوب كما قلنا. بوحميدي مساعد مدرب ديال غوتيوب قال لك بانهم كيحاولوا يستافدوا من خبره ديال اللاعب هذا، غنتقربوا منه اكثر من اللاعب سامي الكتبي، وغنمشيو للحوار اللي جرينا معاه، وكذلك بعض لقطات من المباراه. كنشكركم وبقوا معنا مشوش بعيد وشوفوا الحوار اللي جريناه، خصوصا اش قال على انور عيط الحاج. بعض لقطات من المباراه ونعودوا للحوار وتسمعوا الحوار
ها هو الحوار سامي كنعرفو دابا على لازم نتواق بيانتو ديال روعة الحج لا كوب دي موند المنتخب المغربي كان زاريف. كيف كتشوف المنتخب ديال المغرب؟ بيان سور بيان سور تري اتنتيف سي اون ايكيب افيك دينورم امبيسيون جو بونس سي امبورطون دو لي سويف يا بوكو دو يا بوكو داتونت ديغيغ ست ايكيب افيك لي جوار جو بونس كو سي نورمال دافوار ديز اتونت دو كو اون اي توس ديغيغ اون اسبير كي فون فير اون غران كاليف اي الان كوب دي موند سي تري امبورطون. كيف كتشوف بان المغاربه كاملين كيتسناو انوار ايت الحاج يلعب مع المغرب؟ واه سي نورمال هي ماروكان هي نون بلجيك دونك سي نورمال بحالك انت فوالا اكزاكتومون بحالك انت واه كليرمون كليرمون بريس على لوي دفير سون شوا كي فاس سون شوا دو افيك سون كور اي كي سوا لو ميور بور لوي. بور توا كتشوفو قريب يلعب مع المغرب؟ سي سرا بيان سي ان تري بون جوار كون تو لا فيو افيك اندورليك تو فو بيان سكي في Tu vois bien que le joueur est facile. Maintenant, je pense que ce serait bien qu'il soit avec le Maroc, mais il doit suivre son cœur et faire le meilleur choix pour lui. Qu'est-ce que tu veux bien le Maroc d'aller derrière le CAN cette année? Oui, bien sûr. Bien sûr. Coupe du Monde, qu'est-ce que tu veux le 4 casse le Maroc? Oui, bien sûr. J'essaie de suivre les matchs dès que je peux. Oui. C'est important de suivre l'équipe. C'est quelque chose que j'aime bien. Le foot, ça reste une passion. Donc quand je peux regarder, je regarde le match. Shukran. Shukran, Sami. Shukran. Avec. هذه لحظة خروج سامي القرطبي في المباراة هذه، ومن بعد قليل أعطيكم الحوار كامل اللي غيتكلم فيه على المستقبل ديالو مع الفريق، وذلك الفريق ديالو اللي كيعيش فيها، ونخليكم تسمعوا الحوار كامل اللي كنا جرينا مع سامي القرطبي. C'était contre une équipe qui était quelques divisions en dessous, mais il faut rester sérieux, faire le travail, c'est ce qu'on a fait. On avait première mi-temps un peu plus compliqué, mais après la mi-temps on s'est bien remis dedans et en deuxième mi-temps on a donné beaucoup plus de rythme au match, ça a été beaucoup plus évident. Et mais après le principal c'est les trois points, allez, la qualification, c'est le plus important de toute façon. Wesh Bissibel Samil. مشيو بعيد في لا كوب ولا في الشامبيونا؟ لو بلوس امبورطون جو بونس راست كوام لو شامبيونا، اون اي كوام اون نوفيل ايكيب، سي امبورطون دو لو دير، دونك اون ابران ا سو كونيت، اون اون لونغ بريباراسيون، اون سو بريبار بيان، لا كوب سي دو بونوس، ابخي اون اي كونسونتري، اون برون ماتش بار ماتش، اون انكور اون بريباراسيون، مينون سمان بروشين، اون فا جوي، اون فا فير لو ماكسيموم، مي لو بلوس امبورطون راست كوام لو شامبيونا. قلتي على الفيزيوني، قلتي على نوفيل ايكيب، خاف دابا ستاد برانوا مع توبيز، دات واحد الاسم رويال انيون توبيز برانوا، واش غتعطي لا فورس لهاد ليكيب هادي بوغ الي مونتي وكرابي بيان سور، جو بونس كو كون دو ايكيب سوني سي امبورطون C'est important d'unir sa force et donc il y a beaucoup plus d'objectifs et c'est ça qui est très important. Et voilà. سامي شفنا كاين لاعبين اللي هما عندهم اكسبيريونس، نهضروا على سامي، نهضروا على نعيم ودوغ جوغ شفناهم، هذا هو اللي عطى لا فورس ديال اليوم. بيان سور جو بونس كو سي امبورطون دو تروفي ان بون اكيليبر دون ليكيب، اون اي سارتان جوغ ديكسبيريونس، اون ا دي جون جوغ كي سون تري تري بون، اي سي ان بون اكيليبر، اون ايسي دو تروفي لو ميور اكيليبر. On essaie de trouver le meilleur équilibre pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Je pense que c'est important. Sam, je suis relaté. Hein? Ouais, ah, t'as pris le poids. Ouais, ouais. Yac. Qu'est-ce que tu y as dit là? Ouais, bien sûr. Ok. سامي كاف دابا لي زيمينتوار بيانتو ديال لا كوب دي موند و كان زاريف، كيف كتشوف المنتخب ديال المغرب؟ بيان سور بيان سور تري اتنتيف سي اون ايكيب افيك دينورم امبيسيون جو بونس كو سي امبورطون دو لي سويف يا بوكو دو يا بوكو داتونت ديغيغ ست ايكيب افيك لي جوار جو بونس كو سي نورمال دافوار ديز اتونت دو كو اون اي توس ديغيغ اون اسبير كي فون فير اون غران كاليف اي الان كوب دي موند سي بلوس امبورطون. كيف كتشوف بان المغاربه كاملين كيتسناو انوار ايت الحاج يلعب مع المغرب؟ واه سي نورمال هان هو ماروكان هو نو ان بلجيك دونك سي نورمال بحالك انت فوالا اكزاكتومون بحالك انت واه كليرمون كليرمون ابخي سا لوي دفير سون شوا كي فاس سون شوا دو افيك سون كور اي كي سوا لو ميور بور لوي. بور توا كتشوفو قريب يلعب مع المغرب؟ سي سرا بيان سي ان تري بون جوار كون تو لا فيو افيك اندورليك تو فو بيان سكي في Tu vois bien que le joueur est facile. Maintenant, je pense que ce serait bien qu'il soit avec le Maroc, mais il doit suivre son cœur et faire le meilleur choix pour lui. Qu'est-ce que tu veux bien le Maroc d'aller derrière le CAN cette année? Oui, bien sûr. Bien sûr. Coupe du Monde, qu'est-ce que tu veux le 4 casse le Maroc? Oui, bien sûr. J'essaie de suivre les matchs dès que je peux. Oui. C'est important de suivre l'équipe. C'est quelque chose que j'aime bien. Le foot, ça reste une passion. Donc quand je peux regarder, je regarde le match. Shukran. Shukran, Sami. Shukran. Avec.
بزاف نشكركم بزاف على المتابعه، نتمنى ديروا جيم وبارطاجيو، والى اللقاء. نور الدين القصري يحييكم.